النهارده اليوم العالمي للطيور المهاجره واللي بيحتفل به العالم مرتين سنويا، ده طبعا نظرا لاهميه الطيور في حفظ الحياه على الكوكب وحمايه التنوع البيولوجي. ولان مصر واحده من اهم مسارات الطيور، فكان في حرص بشكل كبير جدا على حمايه الطيور المهاجره عن طريق المشروعات والمبادرات اللي اهلت مصر عشان تكون من الافضل في سياحه مراقبه الطيور. يعني فعلا جمانة، مصر واحده من اهم المسارات اللي موجوده في العالم للطيور المهاجره. تعالوا نتعرف مع حضراتكم اكتر على تفاصيل الموضوع ده مع دكتور اسامه الجبالي، مدير مشروع الطيور الحوامه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور استاذ محمد. يعني بداية نعرف كده السادة المشاهدين، ايه هو اليوم العالمي للطيور المهاجرة، اهمية الاحتفال بيه، وليه بيتم الاحتفال بيه مرتين في السنة مش مرة واحدة بس؟ طيب، هو في 2006 البرنامج الامم المتحده للبيئه قرر اليوم العالمي للطيور المهاجره لتسليط الضوء على اهميه الحفاظ على الطيور المهاجره، وده زي ما حضرتك ذكرت بيتم مرتين في السنه، في السبت الثاني من شهر مايو اللي هو النهارده 11 مايو، والسبت الثاني من شهر اكتوبر تزامنا مع اوقات الهجره. يعني هو في هجره، الهجره بتحصل مرتين في السنه، في موسم هجره الربيع وموسم هجره الخريف. الخريف جاي من اوروبا واسيا، والعوده موسم الربيع، فبيتم الاحتفال به مرتين في السنه لتسليط الضوء على اهميه الحفاظ على الطيور المهاجره على مستوى العالم، والربط بين مختلف دول العالم من ناحيه اتخاذ اجراءات في نفس الوقت وتدابير من شانها حمايه الطيور على كوكب الارض. طب يا فندم، يعني في الحقيقة مصر زي ما كنا بنتكلم إن هي من أهم مسارات الطيور المهاجرة في رحلتين الشتاء والصيف، لو حضرتك تقول لنا المسار اللي بتمر فيه الطيور المهاجرة في مصر، وليه أصلا مصر قبلة للطيور المهاجرة؟ شكرا جدا على السؤال، سؤال في غايه الاهميه. مصر موقعها الجغرافي المتميز بتربط قارات العالم القديم، قارات اوروبا واسيا مع افريقيا، وبتعمل كجسر بري من خلال البوابه الشرقيه اللي هي سيناء. العالم كله فيه 10,000 نوع من الطيور، مصر مسجل فيها 500 نوع من الطيور، 350 نوع مهاجر و150 نوع مقيم. بيمر على مصر كل سنه حوالي 500 مليون طائر سنويا في عده مسارات. يعني مثلا في طيور بتقدر تقطع البحر المتوسط مباشره اللي هي الطيور المائيه، غالبا الطيور المائيه والعصفوريات. في طيور مش بتقدر تعبر الموانع المائيه الكبيره فبتتخذ المناطق البريه زي مسار هجره البحر الاحمر، فده تاني اهم مسار للطيور الحوامه على مستوى العالم اللي هو مسار هجره البحر الاحمر، وتتجمع فيه الطيور بمئات الالاف في مصر في وقت واحد، وده ما بيحصلش في اي حته تاني في مسار الهجره، لان مصر تعتبر منطقه عنق زجاجه ومنطقه مسار حرج لهذه الانواع من الطيور. عندنا مسار هجره نهر النيل والصحراء الشرقيه والصحراء الغربيه، فاحنا في مصر في عده مسارات حسب انواع الطيور، يعني كل فصيل من الطيور بيقدر يتكيف مع البيئه اللي بيهاجر من خلالها. جميل. او المسافات اللي بيقدر يقطعها مره واحده من خلال الطيران. فمصر بتعتبر لها اهميه كبيره جدا من حيث موقعها الجغرافي وربطها بين قارات اوروبا واسيا مع افريقيا. طيب دكتور اسامه، ايه الاهميه بقى؟ يعني اكيد حد بيسال اهميه هذه الطيور، طبعا ليها اهميه في الحفاظ على الكوكب والحفاظ على ما يعرف بالتنوع البيولوجي. نعرف من حضرتك بشكل اكثر تفصيلا اهميه التعرف على هذه المسارات والحفاظ على هذه الطيور. طب حضرتك، الطيور ليها اهميات كتير جدا، يمكن من الناحيه البيئيه وزاره البيئه معنيه بهذا التوجه بصفه شموليه. ليها اهميه بيئيه كبيره جدا، ليها اهميه اقتصاديه، ليها اهميه اجتماعيه وثقافيه وتعليميه وسياحيه كمان. يعني الطيور بتجمع اهميات كثيره جدا، وهي اللي بتربط دول العالم وبتحقق مفهوم السياحه على كوكب الارض. يمكن هي الطيور اللي علمتنا الهجره وعلمتنا السياحه. لو خدنا مثلا الاهميه البيئيه والاقتصاديه مع بعض، هنذكر مثلا الاحتفال السنه دي. كل سنه من الاحتفال بكل شعار معين، شعار السنه دي هو حمايه الحشرات حمايه الطيور. بمعنى ان المفروض نحافظ على الحشرات عشان نحمي الطيور. طب احنا الطيور بتعمل ايه مثلا؟ الطيور بتتغذى على الحشرات في مسار هجرتها واثناء عمليه التزاوج والتكاثر، فبتتغذى على الحشرات باعداد كبيره جدا، فاحنا المفروض نحمي الحشرات. طيب الطيور لو اتغذت على الحشرات احنا نعمل ايه؟ هنوفر مبيدات، يعني هنستخدم زراعه حيويه، مش هنستخدم المبيدات الحشريه او المبيدات الزراعات او الاسمده العضويه كمان. احنا الطيور بتحمي الكوكب وبتوفر فرص كبيره جدا من الناحيه الاقتصاديه. الطيور بتتغذى على الحشرات اللي ممكن تتغذى على المحاصيل، يعني احنا لو الطيور دي مثلا
كانت في بيئتها وموقيت الهجره الطبيعيه بتاعتها، بتقدر تتغذى على الحشرات والديدان اللي ممكن تتغذى على المحاصيل اللي هي بتوفر عوائد اقتصاديه كبيره جدا. مثلا لو ذكرنا موضوع النسور على وجه التحديد كاهميه بيئيه واقتصاديه، هنلاقي النسور ممكن توفر مليارات الدولارات من ناحيه انها بتقوم بعمليه التغذيه على الجيف الكبيره في افريقيا مثلا، بتنفق الفيله والزرافات وحيد القرن باعداد كبيره مثلا، فده ممكن يسبب تلوث وانتشار للفيروسات والبكتيريا، فالنسور بتتغذى عليها. وحصل مشكله كبيره في الهند ان هم كانوا بيعالجوا الحيوانات بتاعتهم والماشيه بمواد بتسبب الضرر المباشر للنسور وتسبب فشل كلوي للنسور، وهم ما بياكلوش الحيوانات، فكانت تتجمع كميات كبيره من الحيوانات النافقه تتغذى عليها النسور، فالنسور بتموت بفعل الادويه اللي بتتعالج بيها الحيوانات، فنفقت مئات الالاف بل ملايين النسور. تسبب ذلك في تراكم الحيوانات في الهند باعداد كبيره جدا، تسبب في نقل الفيروسات والبكتيريا على الانسان، اثر على صحه الانسان. انفقت الهند مليارات الدولارات لمعالجه ومكافحه هذه الامراض التي تواجه الانسان. ففعلا الطيور لها فوائد على المستوى الاقتصادي، يعني لو خدنا نموذج مثلا سياحه مشاهده الطيور. صحيح. في أمريكا كل سنة بيقدر الصرف والإنفاق على سياحة مشاهدة الطيور بأكثر من 25 مليار دولار سنويا، من ناحية تنظيم الرحلات والسفاري وحجز الفنادق والنزل البيئية وتأجير المعدات. يعني دي سياحة عظيمة جدا، مصر بدأت تحظو وتخطو خطوات جادة من ناحية التسويق لسياحة مشاهدة هايل. الطيور. من خلال ايه يا فندم؟ يعني حضرتك بتقول مصر بدأت بالفعل انها تخطو خطوات جادة، من خلال ايه؟ يعني احنا بنعمل ايه اولا عشان من حيث جهود حماية الطيور المهاجرة في مصر؟ حضرتك كمان تحدثت عن فكرة حتى حماية الحشرات اللي بتتغذى عليها الطيور المهاجرة، يعني هي دايرة متصلة كلها ببعض، فمصر ايه اللي عملته عشان تقدر انها اولا تعزز هذه السياحة، هذا النوع من السياحة، وعشان كمان تحمي الطيور المهاجرة؟ ده سؤال مباشر جدا ومهم في الحقيقة. مصر عملت إجراءات وخدت إجراءات قوية جدا عشان تعظم من سياحة مشاهدة الطيور كنوع من أنواع السياحة البيئية، حافظت على الطيور وقدمت نموذج للعالم إن مصر فيها طيور مهاجرة وبنحافظ عليها في بيئتها. وهضرب لحضرتك عدة نماذج. يعني مثلا شرم الشيخ مدينة جاذبة للسياحة، يمكن أكثر من 5 مليون سائح بيزوروا جنوب سيناء سنويا عشان يتمتعوا بالمناظر السياحية والطبيعة وسياحة الغوص والسفاري ورياضة السنوركلينج أو السباحة للشعاب المرجانية يعني. في نفس الوقت شرم الشيخ كانت احد اهم المسارات الرئيسيه للطيور المهاجره، وكان الطيور بتتجمع عند منطقه اسمها بحيرات الاكسده في شرم الشيخ بعشرات الالاف في نفس الوقت، وكان بينفق منها بعض الطيور نتيجه ان بحيرات الصرف دي معالجه ثنائيه ما فيش فيها اهتمام كافي، فكان السياح بيروحوا المنطقه هذه المنطقه اللي هم مهتمين وشغوفين بمشاهده الطيور، وكانوا بيلاقوا طيور ميته. أنا عايز أقول لحضرتك إن وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وشركة المية قدموا نموذج للعالم كله إن إحنا إزاي الحكومة بتتكاتف عشان تحمي الطيور وتسوق لسياحة مشاهدة الطيور، وتحول منطقة كانت زي ما نقول مقبرة للطيور لمنطقة صديقة للطيور وتعزز من سياحة مشاهدة الطيور. وزارة البيئة دربت أكثر من 110 مرشد سياحي في شرم الشيخ على سياحة مشاهدة الطيور. تبنت مشروع للسياحة البيئية، وكان أحد أهم رواجز سياحة مشاهدة الطيور في مسار وهجرة البحر الأحمر وشرم الشيخ. الأسبوع اللي فات يوم السبت الماضي 4 مايو كان في زيارة لمعالي دولة رئيس الوزراء لمنطقة برج مراقبة الطيور في بحيرات الأكسدة في شرم الشيخ مع السيد محافظ جنوب سيناء، ودي تاني زيارة لسيادته في هذا البرج لمراقبة الطيور ومشاهدتها في هذا المكان. يعني ده هي سياحة، بيدي دي سياحه بتزدهر جدا زي ما حضرتك قلت، وسياحه واعده وسياحه مراقبه ومشاهده الطيور. طيب لو اتكلمنا على قطاع اخر مهم كمان هو قطاع الطاقه، لانه في برنامج لدمج الطيور الحوامه مع قطاعات تنمويه، طبعا في مقدمتها قطاع السياحه وقطاع الطاقه كمان. لو حابين نتكلم على قطاع الطاقه، ازاي نستفيد من هذه الطيور المهاجره لتعزيز قطاع الطاقه؟ طيب مشروع الطيور الحوامه ده انتهى السنه اللي فاتت وبنقدم على مرحله جديده ان شاء الله باذن الله، ووزاره البيئه بتتبنى بقوه استمرار هذا البرنامج الوطني لحمايه الطيور الحوامه في مصر، وكان احد القطاعات اللي بيستهدفها بقوه هو قطاع الطاقه. طب وحضرتك ذكرت كلمه دمج، كلمه دمج معناها ان انا بخلي او بدمج مفاهيم حمايه التنوع البيولوجي في القطاعات التنمويه في مصر. كان احد اهم القطاعين دول قطاع السياحه وقطاع الطاقه. قطاع الطاقه
فمصر كانت خليج منطقة خليج السويس، ساحل خليج السويس من أهم المناطق سرعة في سرعة الرياح على مستوى العالم، سرعة واستدامة على مستوى العالم. فكان من الأهمية المكان إن احنا نتبنى مشروعات توليد الطاقة من طاقة الرياح، وفي نفس الوقت هو المسار الرئيسي لهجرة الطيور الحوامة. فكان في تعارض وتضارب كبير جدا بين إنشاء مزارع الرياح على ساحل خليج السويس وجبل الزيت ومسار هجرة الطيور. فوزارة البيئة مع وزارة الكهرباء اشتغلوا مع بعض بقوة ان احنا ننفذ برنامج وطني لغلق التربينات عند الطلب لحماية الطيور. فكانت الطيور اللي بتتجمع في موسم الخريف اللي هو من شهر 8 لشهر 11 والعودة من شهر 2 لشهر 5 من افريقيا لاوروبا، ان هي بتعدي في هذه المنطقة نقفل بعض التربينات بعض الوقت لحماية الطيور باستخدام الرادارات وباستخدام مراقبين وطنيين يقدروا يقفلوا التربينات باستخدام هذه الرادارات وغرفة التحكم المركزية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كان البديل ان انا يا ما اعملش محطات طاقة الرياح في مصر وما اطلعش طاقة نظيفة وما اعملش تنمية مستدامة وما اعملش اقتصاد اخضر، او ان انا اقفل التربينات دي طول موسم الهجرة اللي هو 6 شهور في السنة. جميل. فمصر كانت سباقة وعملت نموذج ريادي على مستوى العالم جميل. اشادت به البنوك الدولية، اللي هو نقفل بعض التربينات بعض الوقت، بمعنى ان انا لما يتحقق معيار معين اقفل تربينه او مجموعه من التربينات باستخدام هذه الرادارات اللي بتشغلها القوات المسلحه، جميل. يبقى انا حافظت على انتاج الكهرباء وفي نفس الوقت قللت جميل. بدرجه كبيره جدا الفقد في الطيور. ده شجع القطاع الخاص وشجع المستثمرين رائع الاجانب جدا، والوطنيين رائع. على الاستثمار في مشروع طاقه الرياح، يمكن بنشوف مليارات الدولارات اللي بتتدفق على مصر في يعني انشاء في محطات طاقه الرياح. السياحه والقطاع الطاقه وطاقه الرياح. انا عايز اشكر حضرتك شكرا جزيلا بجد دكتور اسامه على كل هذه المعلومات الجديده بالنسبه لنا وبالنسبه لي بشكل شخصي، والمهمه جدا عن الطيور المهاجره وازاي نستفيد منها في قطاعات تنمويه كتير. بشكرك شكرا جزيلا ومتصبح على حضرتك مره ثانيه دكتور اسامه الجبالي، مدير مشروع الطيور الحوامه بوزاره البيئه.